السلام عليكم ورحمة الله، طلاب الفرقة الرابعة. معاكم المعيدة دينا مصطفى. هنكمل مع بعض سكاشن مادة المحاسبة الإدارية. في السكشن ده هناخد النقاط التالية. في أول جزء هنكمل جزء الموازنات. هناخد موازنتين، موازنة مشتريات المواد الخام وموازنة الأجور المباشرة. وفي جزء التعادل هناخد برضو نقطتين، هناخد الربحية والأثر الضريبي، وهناخد ازاي بنحدد نقطة التعادل في حالة لو عندنا اكتر من منتج. وبعد كده هنعمل مراجعة على الموازنات وعلى التعادل. قبل ما نبدأ مع بعض ونشوف الموازنات الجديدة اللي هناخدها في السكشن ده، هنراجع بشكل سريع على الموازنات اللي خدناها في السكشن اللي فاتت. اول موازنة خدناها هي موازنة المبيعات، والموازنة دي تعتبر موازنة مالية وكمية. يعني ايه؟ يعني ان احنا ممكن نوصل في الاخر ان احنا نحدد قيمة المبيعات اللي هي تعتبر قيمتها بالفلوس، وبرده الموازنة دي بتوضح لي كمية المبيعات اللي انا متوقع ان انا ابيعها. يبقى الموازنة دي بتوضح لي قيمة وبتوضح لي كمية، يبقى عشان كده هي موازنة مالية وكمية. طيب اي موازنة من الموازنات اللي عندنا بتعتمد على معادلة؟ هنا موازنة المبيعات، ايه المعادلة اللي بتعتمد عليها؟ ان انا بضرب كمية المبيعات بضربها في سعر بيع الوحدة. يعني بشوف انا متوقع ان انا ابيع قد ايه ككمية، وبضربها في سعر بيع كل وحدة من اللي انا هبيعها، علشان اوصل في النهاية لقيمة المبيعات، اجمالي قيمة المبيعات. طيب تاني موازنة خدناها هي موازنة الانتاج، والموازنة دي تعتبر موازنة كمية. طب ليه كمية؟ علشان الموازنة دي بتحسب لي في الاخر ايه هي كمية الانتاج اللي انا متوقعه. الموازنة دي برضو بتعتمد على معادلة. طب ايه هي المعادلة؟ المعادلة بتاعت موازنة الانتاج بتساوي كمية المبيعات بجمع معاها مخزون انتاج تام اخر المدة، وبطرح منها مخزون انتاج تام اول المدة، علشان اوصل لكمية الانتاج. تالت موازنة خدناها هي موازنة احتياجات الانتاج من المواد الخام. الموازنة دي برضو تعتبر موازنة كمية، علشان بتقولي في الاخر انا محتاجة مواد خام قد ايه علشان انتج. طيب الموازنة دي ايه المعادلة اللي بتعتمد عليها؟ المعادلة بتساوي كمية الانتاج بضربها في معدل الاستخدام الواقعي للوحدة، علشان اوصل للكمية بتاعت المواد الخام اللي انا محتاجها للانتاج. هناخد مع بعض السكشن ده موازنتين. اول موازنة هي موازنة مشتريات المواد الخام، ودي تعتبر موازنة مالية وكمية. المعادلة بتاعتها بتساوي كمية احتياجات الانتاج من المواد الخام بجمعها مع مخزون مواد خام اخر المدة، وبطرحها من مخزون المواد الخام بتاع اول المدة، علشان يديني كمية المواد المطلوب شرائها. بعد كده بضربها في معدل تكلفة الكيلو، علشان يطلع لي تكلفة المشتريات بتاعة المواد الخام. والموازنة دي هناخدها بالتفصيل في السلايد الجاي. اخر موازنة هناخدها السكشن ده هي موازنة الاجور المباشرة، والموازنة دي تعتبر موازنة مالية وكمية. طيب الموازنة دي برضو بتعتمد على معادلة بتساوي كمية الانتاج التقديرية في معدل احتياج الوحدة بالساعات. بيطلع لي من ضرب الاتنين دول بيديني اجمالي الاحتياجات بالساعات، بضربها في معدل اجر الساعة الواحدة، علشان يطلع لي تكلفة الاجور المباشرة. برضو الموازنة دي هناخدها مع بعض بالتفصيل. هنبدأ دلوقتي السكشن ده بموازنة مشتريات المواد الخام. الموازنة دي زي ما قلنا ان هي موازنة مالية وكمية. شكل الموازنة بيكون كالتالي، اول حاجة بنكتب البيان وبنكتب تحته الشهور. بعد كده بنبدأ نكتب اول حاجة عندي كمية احتياجات الانتاج من المواد الخام. طيب كمية الاحتياجات المواد الخام دي بنجيبها منين؟ بنجيبها من الموازنة اللي احنا خدناها السكشن اللي فات، اللي هي موازنة احتياجات الانتاج من المواد الخام. بعد كده بنجمع معاها مخزون مواد خام اخر المدة، وبنطرح منها مخزون المواد الخام اول المدة، علشان اوصل لاول مطلوب عندي بيحققهولي موازنة مشتريات المواد الخام، ان انا بعرف كمية المواد المطلوب شرائها. علشان كده الموازنة دي تعتبر موازنة كمية، علشان بحصل منها على كمية المواد الخام المطلوب ان انا اشتريها. طيب بعد كده هاخد الكمية دي هضربها في معدل تكلفة الكيلو من المواد الخام، علشان احصل على تكلفة المشتريات من المواد الخام.
ده تاني حاجة بحصل عليها من موازنة مشتريات المواد الخام. علشان كده الموازنة دي برضو تعتبر موازنة مالية. يبقى احنا كده عرفنا ان موازنة مشتريات المواد الخام دي انا بحصل منها على حاجتين. اول حاجة بحصل عليها هي كمية المواد المطلوب شرائها، علشان كده زي ما قلنا هي اسمها موازنة كمية. وتاني حاجة بحصل عليها هي تكلفة المشتريات من المواد الخام، علشان كده تعتبر برضو موازنة مالية. طيب هنا عندي ملحوظتين. اول ملحوظة ان احنا زي ما قلنا ان كمية الاحتياجات التقديرية من المواد الخام دي انا بحصل عليها من موازنة الاحتياجات من المواد الخام. طيب تاني ملحوظة عندنا بالنسبة لمعدل تكلفة الكيلو، دي انا ممكن يجيبها لي جاهزة في الامتحان، او لو ما جاتش جاهزة ممكن ان انا احسبها بمعادلة. طيب بتساوي ايه معدل تكلفة الكيلو؟ بيساوي تمن الشراء بتاع الكيلو زائد اي مصاريف شراء هيقولها لي ناقص اي خصم، خاص سواء كان خصم تجاري او خصم نقدي. يبقى هنا معدل تكلفة الكيلو لو ما جابش جاهز بحسبه عن طريق ان انا بشوف تمن الشراء واي مصاريف شراء بجمعها على تمن الشراء وبطرح اي خصم تجاري او نقدي. هنحل دلوقتي مثال على الموازنة. هنا عندي في التمرين بيقول لك قدرت احتياجات الانتاج من الخامات 5000 كيلو و7500 و10000 كيلو على الترتيب خلال شهور ابريل ومايو ويونيو، وتتطلب الوحدة المنتجة 4 كيلو من المواد الخام وفقا للمعيار المثالي، وجايب لك نسبة التلف المسموح بيه والتلف غير المسموح بيه. طيب هل انا هحتاج النسب دي في حاجة؟ لا مش هحتاجها. طيب ليه؟ علشان هو جايب لك النسب دي علشان يلخبطك. انا النسب دي بحتاجها في حالة لو انا لسه عايزة اعرف ايه هي احتياجات الانتاج من المواد الخام. طب ازاي النسب دي احنا بنستخدمها علشان نعمل موازنة كمية الاحتياجات من المواد الخام؟ يعني هنا الحاجات دي انا مش هحتاجها. طب ليه؟ علشان هو اوريدي جايب لك في المسألة ايه هي احتياجات الانتاج من المواد الخام، جايبها لك اول حاجة في المسألة. يبقى هو جايب لك بقية المعطيات بتاعت نسب التلف المسموح بيه والرجل المسموح بيه، جايبها لك علشان يلخبطك. يبقى انا النسب دي مش هستفيد منها بحاجة، علشان انا عندي احتياجات الانتاج من المواد الخام جايبها لي جاهزة في المسألة. طيب تاني نقطة عندنا بيقول لك يقدر مخزون المواد الخام اخر الشهر بنسبة 10% من احتياجات الانتاج من المواد الخام خلال الشهر التالي، هنبقى نحسبها. وبيقول لك تقدر تكلفة الشراء بتاعة الكيلو من المواد الخام بمبلغ 18 جنيه، وعندي تكاليف نقل وشحن وعمولة 2 جنيه، وبلغت كمية الاحتياجات في يوليو 9000 كيلو. طيب هنا احنا هنشوف مع بعض موازنة المشتريات من المواد الخام هنعملها ازاي. اول حاجة عندنا هنعمل الجدول بتاعنا، نحط فيه الشهور اللي موجودة عندنا، هو عايزها عن الربع التاني وجايب لي في المسألة ان هي ابريل ومايو ويونيو، هو ده الربع التاني. طيب هنحط اللي جايبه لنا جاهز في الامتحان اللي هي احتياجات الانتاج من المواد الخام، هنحطها بالترتيب 5000 ابريل و7.5 مايو و10000 في يونيو، وكده الاجمالي بتاعها هيبقى 22500. طيب بعد كده عندي بقية الخانات زي ما قلنا بيبقى بعدها مخزون اخر المدة او اخر الشهر ومخزون اول، وبعد كده كمية المشتريات دي اللي انا بضربها في سعر الشراء بتاع الكيلو علشان يطلع لي في الاخر تكلفة المشتريات. طيب هنا عايزة اعرف مخزون اخر المدة انا هحسبه ازاي. جايب لك في المسألة في تاني فقرة جايب لك ان مخزون المواد الخام بتاع اخر الشهر بحسبه بنسبة 10% من اجمالي الاحتياجات بتاعت الانتاج من المواد الخام للشهر التالي. يبقى انا هنا علشان احسب مخزون اخر المدة بتاع شهر ابريل، يبقى انا كده هحسبه ازاي؟ هضرب 10% او هاخد نسبة 10% دي من احتياجات الشهر اللي بعد ابريل اللي هو هنا شهر مايو. طب هنا احتياجات شهر مايو قد ايه؟ 7500. ده موجود عندي حتى هنا في الجدول كتبناه ان هو اجمالي الاحتياجات بتاعت مايو 7500. طب لما اضربها في 10% يبقى انا كده المبلغ عندي 750. يبقى ده مخزون اخر المدة بتاع شهر ابريل. يبقى احنا هنا
نحسبهم مع بعض، مخزون آخر المدة لأي شهر. هنا جايب لك في المسألة ان هو بيساوي احتياجات الشهر اللي بعده في 10%، يبقى مخزون آخر ابريل هشوف احتياجات شهر مايو اللي هي 7.5 هضربها في 10%. طب مخزون آخر مايو يبقى هشوف احتياجات بتاعة شهر يوليو اللي هي 10,000 هضربها في 10%. طب مخزون بقى آخر يونيو انا هحسبه ازاي؟ لازم ان هو يجيب لك في المسألة كمية الاحتياجات بتاعة الشهر اللي بعد يونيو، اللي هو جايب لك آخر سطر خالص في المسألة، بلغت كمية الاحتياجات في يوليو 9,000 كيلو. يبقى هاخد 9,000 دي اللي هي اجمالي الاحتياجات، هضربها في 10% علشان يديني مخزون اخر المدة بتاع شهر يونيو. يبقى ده كده عندي، هنقل الارقام دي في الجدول. طيب هنا الاجمالي، او لو سألني عن يا ترى ايه هو مخزون اخر المدة عن الربع التاني كله، ده هقول انهي. ما ينفعش يا جماعة ان احنا نجمع كل المخزون بتاع اخر المدة. طيب ليه؟ هو انا هنا لما انا باجي في اخر شهر ابريل بقول لك ان اخر الشهر عندي بقى 750، طب في مايو بقى اخر الشهر عندي في المخزن من المواد الخام بقى عندي 1,000، طب في يونيو بقى اخر الشهر عندي 900 بس، ده اللي موجود في المخزن. يبقى انا كده اخر الربع بتاعي هو لازم ان هو يبقى اخر شهر موجود في الربع. يبقى انا هنا الربع ده بينتهي في شهر يونيو، يبقى انا هنا اللي موجود عندي في المخزن اللي هو عن الربع كله اللي هو هيبقى موجود عندي اخر، اللي هو مخزون اخر المدة بتاع شهر يونيو. يبقى انا هنا لما اجي يقولي ايه هو مخزون اخر المدة عن الربع التاني، هيبقى عندي هو اشوف مخزون اخر المدة بتاع اخر شهر في الربع ده، علشان هو ده اللي فعلا موجود عندي في المخزن اللي هو 900. طيب نيجي بقى دلوقتي نحسب مخزون اول المدة. هنا مخزون اول المدة انا لما بقول ان انا اخر الشهر ده، اخر شهر مثلا لو انا بتكلم في شهر يناير، اخر شهر يناير كان موجود عندي في المخزن 500 وحدة، يبقى اول شهر فبراير هيبقى موجود كام؟ انا هبدأ باخر حاجة الشهر اللي بعده، شهر يعني هنا هيبقى عندي في شهر ابريل اخر حاجة موجودة في المخزن 750 وحدة، يبقى شهر مايو هنبدأ بايه؟ هنبدأ بال750 وحدة. طيب هنا عندي في اخر حاجة في مايو كان موجود عندي في المخزن 1,000 وحدة، ده اخر حاجة في الشهر بتاع مايو، يبقى شهر يونيو هيبدأ بايه؟ هيبدأ ب1,000 وحدة. يبقى هنا حاجة مهمة جدا نركز، مخزون اول الشهر هو نفسه مخزون اخر الشهر اللي قبله. يبقى هنا مخزون مايو اول الشهر هو مخزون اخر الشهر بتاع ابريل، مخزون يونيو اخر اول المدة هو نفس مخزون اخر المدة بتاع الشهر اللي قبليه اللي هو بتاع مايو. طيب احنا بقى عايزين نعرف ايه هو مخزون اول المدة لشهر ابريل، هنحسبها ازاي؟ هنحسبها عن طريق ان احنا هنجيب مخزون اخر المدة لشهر مارس، علشان هو ده زي ما قلنا ان هو هيبقى مخزون اول المدة لشهر ابريل. طيب مخزون اخر مارس، اخر الشهر بتاع مارس ده هنحسبه ازاي؟ ده هنحسبه عن طريق نفس المعادلة اللي احنا حسبنا بيها مخزون اخر الشهر للي فاته، اللي هو هيبقى ايه؟ هيساوي احتياجات الشهر اللي بعده اللي هو شهر ابريل، وده جايبه لنا عندنا في المسألة جاهز اللي هو 5,000 هنضربها في 10% هيديني 500. يبقى ده كده مخزون اخر المدة بتاع شهر مارس، يبقى هو مخزون اول المدة بتاع شهر ابريل. طيب احنا هنا عرفنا مخزون اول المدة بنجيبه ازاي، عن طريق ان احنا قلنا مخزون اول الشهر هو نفسه مخزون اخر الشهر اللي قبله. طيب احنا هنا لما بقى يجي يقولك الاجمالي، او لو سألك في الامتحان ايه هو مخزون اول المدة عن الربع التاني كله، يبقى احنا هنا زي ما قلنا اول المدة عن الربع يعني اول شهر في الربع ده هيبقى ايه؟ هيبقى شهر ابريل. يبقى انا هنا لو قال لي ايه هو مخزون اول المدة عن الربع التاني، يبقى هشوف شهر ابريل اللي هو اول حاجة عندي في الربع ده، هشوف مخزون اول المدة بتاعه كام؟ 500. يبقى هيبقى هنا عندي
الإجمالي هيبقى 500، أو يعتبر مخزون أول المدة عن الربع كله 500، يبقى ده عكس مخزون آخر المدة. لو طلب مني مخزون آخر المدة عن الربع كامل، يبقى هجيب آخر شهر في الربع كان آخر المدة كام. طب لو طلب مني مخزون أول المدة، يبقى هشوف أول شهر عندي في الربع ده اللي هو أبريل، يبقى هاخد الرقم بتاعه. يبقى احنا كده عرفنا جبنا ازاي إجمالي الاحتياجات، وعرفنا جبنا ازاي مخزون آخر المدة ومخزون أول المدة. طب علشان بقى أحسب كمية المشتريات من المواد الخام هحسبها ازاي؟ زي ما قلنا في المعادلة، بنجيب إجمالي الاحتياجات بنجمع معاها مخزون آخر المدة، وبنطرح منها مخزون أول المدة علشان أوصل لكمية المشتريات من المواد الخام. هنجمعهم مع بعض ونطرح، هيديني عندي كمية المشتريات. طيب ده كده بالنسبة لكمية المشتريات أول حاجة عندي في الموازنة دي. طيب تاني حاجة أنا ببقى عايزة أعرفها هي تكلفة الشراء. تكلفة الشراء بحسبها ازاي؟ عن طريق إن أنا باخد كمية المشتريات بضربها في سعر الشراء. طب هنا سعر الشراء جايب لي في المسألة إن في الفقرة التانية تقدر تكلفة شراء الكيلو 18 جنيه، وعندي تكاليف نقل وشحن وعمولة 2 جنيه. طب يبقى هو هنا مش جايبها لي جاهزة، جايب لي عندي تكلفة شراء، وجايب لي في عندي تكاليف تانية اتحملتها. يبقى احنا قلنا اي تكاليف بنتحملها بنجمعها مع تكلفة الشراء. طب ولو كان عندي خصومات، لو عندي خصم، لو عندي مثلا اي خصم، لو كان قايل لي في خصم نقدي او حاجة يبقى هطرحه. بس هو هنا جايب لي ان عندي تكاليف الشراء 18 جنيه للكيلو، وعندي تكاليف نقل وشحن وعمولة 2 جنيه. يبقى هجمعهم مع بعض علشان اوصل للسعر اللي انا اشتريت بيه. يبقى كده سعر الشراء عندي 20 جنيه. يبقى احنا هنا علشان نحسب تكلفة الشراء هضرب كمية المشتريات في سعر الشراء اللي هو 20 جنيه، هيديني المبالغ دي. يبقى احنا كده قفلنا عندنا موازنة المشتريات من المواد الخام عن الربع التاني. هنحل دلوقتي أسئلة بابل شيت على الموازنة اللي احنا لسه حلينها. هنا عندنا نفس الموازنة، بيسألك أول سؤال ايه هي كمية مشتريات المواد الخام خلال شهر مايو. يبقى احنا هنا هنروح لشهر مايو ونشوف احنا حسبناه كمية المشتريات بتاعت المواد الخام قد ايه، عن طريق ان احنا جبنا اجمالي الاحتياجات جمعناها مع مخزون اخر المدة، وطرحناها مع مخزون اول المدة علشان نوصل لكمية المشتريات اللي هي طلعت 7750. طيب بعد كده تاني سؤال عندنا بيقولك ايه هي اجمالي كمية المشتريات خلال الربع التاني من عام 2020. هنا هنشوف اجمالي كمية المشتريات، هنروح لكمية المشتريات نشوف الاجمالي بتاعها كام، اللي هو احنا حسبناه طلع 22900. تالت سؤال عايز تكلفة المشتريات من المواد الخام خلال شهر ابريل. يبقى هنروح لشهر ابريل ونروح لتكلفة المشتريات اللي هي اخر حاجة خالص موجودة حسبناها، عن طريق ان احنا ضربنا كمية المشتريات في سعر الشراء. هيبقى هنا تكلفة المشتريات 105000. رابع سؤال عندنا عايز اجمالي تكلفة المشتريات خلال الربع التاني من 2020، اللي هو اخر عمود عندنا الاجمالي بتاعه هيبقى عندي 458000. خامس سؤال بيسأل عن مخزون اخر المدة للربع التاني، يعني هنا للربع التاني كله. زي ما قلنا مخزون اخر المدة عن الربع كله، يعني احنا هنا بنقول في الربع ده اخر حاجة كان موجودة عندي في المخزن ايه. طبعا اخر حاجة في المخزن اللي هو اخر شهر، مخزون اخر شهر اللي هو مخزون اخر يونيو اللي هو 900، هيبقى ده عندي اللي هو مخزون اخر المدة. طب لو كان بيسألني عن مخزون اول الفترة، مخزون اللي هو اول للربع التاني، هيبقى عندي هو مخزون ابريل اللي هو مخزون اول شهر. يبقى هنا لو سألنا، هنقول تاني، لو سألنا عن مخزون اخر الربع هنجيب مخزون اخر شهر، لو سألنا عن مخزون اول الربع هنجيب مخزون اول شهر. اللي هو هنا هيبقى عندي في المسألة بيسألني عن مخزون اخر المدة، هيبقى مخزون اخر شهر اللي هو 900. تاني موازنة هناخدها النهاردة في السكشن هي موازنة الاجور المباشرة.
وزي ما قلنا ان الموازنة دي تعتبر موازنة مالية وكمية. طيب هنا الموازنة دي بيكون شكلها كالتالي، اول حاجة بنكتب البيان وبنكتب تحتها الشهور، بعد كده بنكتب كمية الانتاج التقديرية. طب كمية الانتاج دي انا بجيبها منين؟ بجيبها من موازنة الانتاج اللي احنا خدناها في السكاشن اللي فاتت. بعد كده بحط معدل احتياج الوحدة الواقعية بالساعات. طيب بعد كده بحسب اجمالي الاحتياجات بالساعات عن طريق ان انا بضرب كمية الانتاج دي في معدل احتياج الوحدة بالساعات علشان احصل على اجمالي الاحتياجات بالساعات. طالما انا حصلت على اجمالي الاحتياجات بالساعات ده معناه ان انا كده عرفت الاحتياجات بالساعات، يبقى ده كده اسمها موازنة كمية. طيب مش بس كده، انا برضو بحصل على تكلفة الاجور المباشرة عن طريق ان انا بضرب اجمالي الاحتياجات بالساعات دي في معدل اجر الساعة علشان احصل على تكلفة الاجور المباشرة. طالما حصلت على تكلفة يبقى هنا كده سميناها موازنة مالية. عشان كده الموازنة دي تعتبر موازنة مالية وكمية، عشان بحصل منها على تكاليف وبحصل منها على احتياجات بالساعات. عندي هنا ملحوظتين. اول ملحوظة بيقول ان كمية الانتاج التقديرية دي انا بحصل عليها زي ما قلنا من موازنة الانتاج. طيب معدل اجر الساعة دي بيبقى جايبهولك معطى في التمرين. طيب تاني حاجة بنقول ان معدل الساعات الواقعية للوحدة اللي هو اللي انا بضربها في كمية الانتاج دي عشان احصل على اجمالي الاحتياجات بالساعات، معدل الاحتياج الوحدة ده بالساعات بنحصل عليه عن طريق ان احنا بنشوف عدد الساعات المثالية زائد الوقت الضايع المسموح بيه. طيب لو ما جالكش الوقت الضايع المسموح بيه جاهزة في المسألة بنحسبها ازاي؟ بنحسبها عن طريق ان احنا بنشوف عدد الساعات المثالية بنضربها في نسبة الوقت الضايع المسموح بيه علشان نحصل على عدد الساعات الضايعة المسموح بيها. هنحل دلوقتي تمرين على موازنة الأجور. هنا عندي في المسألة جايب لي كمية الإنتاج التقديرية ليناير وفبراير ومارس، وبيقول لي تحتاج الوحدة 4 ساعات عمل مباشر وفقا للمعيار المثالي، وجايب لي نسبة الوقت الضايع المسموح بيه، يبقى انا هنا هحسبها بالمعادلة. وبعدين جايب لي معدل اجر الساعة. طيب يبقى انا هنا علشان اعمل موازنة الاجور عن الربع الاول هعمل هنا الجدول قدامي في البيان، وهحط الشهور اللي موجودة عندي في المسألة. هنا جايب لي الربع الاول يعني هحط شهور يناير وفبراير ومارس. طيب هنا ايه الحاجات اللي بتبقى معطى عندي في المسألة؟ بيبقى موجودة عندي كمية الانتاج معطيات. هنا كمية الانتاج قايل لي عن يناير 1450 وفبراير 1020 ومارس 1210، يبقى هحطهم عندي في كمية الانتاج. طيب وايه برضو اللي بيبقى موجود معطى؟ معدل اجر الساعة، يبقى هنحط برضو معدل اجر الساعة 2 جنيه زي ما موجودة عندي في المسألة. طيب احنا هنا عايزين نحسب معدل احتياج الوحدة بالساعات. زي ما قلنا ان هنا طالما هو مش جايبها لي جاهزة يبقى انا هحسبها عندي بالقانون. القانون بيساوي ايه؟ بيساوي اشوف عدد الساعات المثالية زائد عدد الساعات الضيعة المسموح بيها. طيب هنا قايل لي ان عدد الساعات المثالية بتاعت العمل المباشر وفقا للمعيار المثالي 4 ساعات، وقايل لي ان نسبة الوقت الضايع اللي هو هيسمح بيه 25%، يبقى انا هشوف ال4 ساعات دي 25% منها هيديني ساعة، يبقى هجمعها مع ال4 ساعات المثالية يبقى اجمالي الاحتياج الوحدة من الساعات وفقا للمعيار الواقعي 5 ساعات. طيب يبقى احنا هنا بنشوف الواقعي ده بيساوي عدد الساعات المثالية والساعات الضايعة المسموح بيها، يبقى ده كده اسمه وفقا للمعيار الواقعي. يبقى احنا هنا معدل احتياج الوحدة بالساعة هنحطه هنا عندنا في الجدول زي ما حسبناه 5 ساعات. طب علشان بقى احسب اجمالي الاحتياجات بالساعات ده بتساوي ايه؟ دي بتساوي كمية الانتاج بضربها في معدل احتياج الوحدة بالساعات. يبقى هنا يناير هضرب 1450 في 5، وفبراير هضرب 1020 في 5، وهنضرب كل كمية انتاج في معدل احتياج الوحدة بالساعات علشان يطلع لي اجمالي الاحتياجات بالساعات. طيب بعد كده انا عايزة اجيب الاجور المباشرة. الاجور المباشرة هحسبها ازاي؟ عن طريق ان انا بضرب اجمالي الاحتياجات بالساعات اللي احنا لسه حاسبينها هضربها في معدل اجر الساعة اللي هو جايالي جاهزة في المسألة 2 جنيه.
كده يبقى انا عرفت اجيب الاجور المباشرة. بمنتهى البساطة موازنة سهلة وبسيطة هنحل عليها دلوقتي الاسئلة البابل شيت. اول سؤال بيقول احتياجات الانتاج من ساعات العمل المباشر خلال شهر يناير، يبقى انا هروح لشهر يناير هشوف اجمالي احتياجات اجمالي احتياجات الانتاج من ساعات العمل موجودة عندي طلعناها ب 7250. طيب بعد كده عايز تكلفة الأجور المباشرة خلال شهر مارس، يبقى هنروح لشهر مارس عايز الأجور المباشرة اللي هي آخر حاجة خالص طلعناها ب 12100. بعد كده عايز إجمالي احتياجات الإنتاج من ساعات العمل المباشر خلال الربع الأول، يعني كده عايز إجمالي 3 شهور. يبقى احنا زي ما حسبناه في إجمالي احتياجات بالساعات طلعت عندي 18400 ساعة. بعد كده عايز إجمالي تكلفة الأجور المباشرة خلال الربع الأول، يعني عايز إجمالي 3 شهور. هنا زي ما حسبناها عندنا طلعت ب 36800. هنحل دلوقتي أسئلة نظري على جزء الموازنات. عندنا أول سؤال بيقول يتطلب إعداد الموازنات التخطيطية، يعني أنا بحتاج علشان أعمل موازنة تخطيطية بيانات تاريخية ولا بيانات مستقبلية ولا بيانات عن الحاضر ولا جميع ما سبق؟ طبعا الإجابة هتكون جميع ما سبق. طب إزاي؟ علشان أنا بحتاج بيانات تاريخية اللي هي بيانات عن حاجات حصلت في الماضي، زي مثلا ما لو إحنا بنعمل الموازنة عن الربع الثاني فأنا بحتاج إن أنا أعرف مخزون مثلا بتاع آخر المدة بتاع شهر مارس. طيب ليه؟ علشان أستنتج منه المخزون بتاع أول مدة بتاع شهر إبريل. فانا ببقى كده محتاجة ان انا اعرف بيانات تاريخية عن حاجة حصلت في الماضي. طيب بيانات مستقبلية زي ايه؟ زي مثلا ان انا بيقولي في المسألة لازم يبقى موجود عندي معطيات او بيانات عن كمية الاحتياجات الانتاج التقديرية، يعني بيقولي مثلا ان هي قدرت بمبلغ معين وهي لسه تقديرية، يعني لسه هتحصل في المستقبل. دي انا بستنتج منها لو انا بعمل اللي هو الموازنة اللي انا بحدد فيها كمية المشتريات بتاعة المواد الخام. طيب ممكن ان انا برضو احتاج بيانات عن الحاضر زي ايه؟ زي في موازنة الاجور لما بيقولي ان الوحدة بتحتاج 4 ساعات عمل، ده معلومة في الحاضر، يبقى انا بحتاج معلومة زي دي علشان اقدر اعمل الموازنة زي موازنة الاجور. يبقى انا كده علشان لازم نفرق ان هو بيقولي يتطلب، يعني انا بحتاج ايه هي المعلومات اللي انا بحتاجها علشان اعمل موازنة، بحتاج معلومات او بيانات عن الماضي وعن الحاضر وعن المستقبل. انما في الشكل بتاع السؤال التاني بيقول تتضمن الموازنة التخطيطية، يعني الموازنة بقى بعد ما عملتها ايه نوع البيانات اللي بيبقى موجود جوه الموازنة التخطيطية؟ هل بتبقى بيانات تاريخية ولا بيانات مستقبلية ولا بيانات تاريخية مستقبلية ولا بيانات وصفية؟ طبعا الإجابة هتكون بيانات مستقبلية. لازم هنا نفرق بين حاجتين، ان انا بحتاج نوع بيانات ايه، بحتاج بيانات عن الماضي والحاضر والمستقبل. طيب اما بقى بعمل الموازنة وبخلصها، البيانات اللي بتبقى جوه الموازنة دي تعتبر ايه؟ انا لسه يعني موازنة معناها موازنة تخطيطية ان انا لسه بخطط، يبقى كل البيانات اللي جوه الموازنة والحاجات اللي انا استنتجتها دي تعتبر بيانات مستقبلية، حاجات لسه تقديرية وحاجات انا بتوقعها وبخطط بيها. يبقى تتضمن الموازنة التخطيطية بيانات مستقبلية. طيب ثالث سؤال عندنا بيقول تتضمن الموازنة التخطيطية، يعني برضو نوع تاني من السؤال، يعني شكل تاني من السؤال التاني. هنا عندنا الموازنة التخطيطية جواها بيبقى فيه ايه؟ ارقام فعلية لفترات سابقة. لا احنا قلنا ان احنا مش بيبقى جواها حاجات لفترات سابقة. طيب تقديرات لفترات قادمة، ايوة زي ما احنا قلنا ان هي حاجة انا بتوقع بيها المستقبل، يبقى هتكون فعلا حاجة لفترات قادمة وده حاجات لسه تقديرات. طيب ولا في هنا موجود في سي ارقام فعلية لفترات قادمة؟ لا هي لسه حاجة قادمة، يبقى انا مقدرش ان هي تبقى فعلية، يعني تبقى عبارة عن تقديرات. دي تقديرات لفترات سابقة طبعا ما ينفعش، يبقى هنا الاجابة هتكون بي، تقديرات لفترات قادمة. رقم 4 بيقول تعتبر موازنة الانتاج موازنة مالية ولا عينية ولا مالية وعينية ولا لا شيء مما سبق؟ طبعا احنا زي ما احنا قلنا وفرقنا في اول سلايد خالص، احنا قلنا ان الموازنات احنا كده لحد دلوقتي خدنا 5 موازنات، 2 منهم بس موازنة عينية اللي هي كمية، كمية هي عينية عشان ممكن يلخبطك بالمصطلح،
اللي هي موازنة الإنتاج وموازنة احتياجات الإنتاج من المواد الخام. دول بس عندي اللي هما موازنة كمية أو عينية، والبقية الحاجات اللي احنا خدناهم تعتبر موازنة مالية وعينية. يبقى احنا هنا موازنة الإنتاج تعتبر موازنة عينية. طيب سؤال رقم 5، تعتبر موازنة المبيعات موازنة زي ما قلنا مالية وعينية. رقم 6، يتم تصنيف الموازنات من حيث الزمن إلى موازنات قصيرة الأجل وطويلة الأجل. طيب تصنيف الموازنات في رقم 7، من حيث مستوى النشاط بتكون مرنة وثابتة. هنكمل مع بعض الأسئلة. عندنا سؤال رقم 8 بيقول موازنة احتياجات الإنتاج من المواد المباشرة بتعتمد على إيه؟ مخزون آخر المدة من الإنتاج التام، ولا مخزون أول مدة من الإنتاج التام، ولا الوحدات المطلوب إنتاجها خلال الفترة، ولا جميع ما سبق؟ هنا لازم نفرق وما نتلخبطش بين موازنة احتياجات الإنتاج من المواد المباشرة والموازنة بتاعة مشتريات المواد المباشرة أو اللي هي المواد الخام. طب هنا طالب مننا موازنة احتياجات الإنتاج من المواد المباشرة، دي بتعتمد على إيه؟ دي المعادلة بتاعتها زي ما خدنا في أول سلايد، اللي هي المعادلة بتقول كمية الإنتاج بضربها في معدل استخدام الوحدة. طب يبقى احنا هنا هنحتاج أو بنعتمد على الوحدات المطلوب إنتاجها اللي هي كمية الإنتاج. طيب أمال مخزون آخر المدة ومخزون أول المدة من الإنتاج التام ده كان في موازنة إيه؟ الاتنين دول اللي كانوا في معادلة بتاعة موازنة مشتريات المواد الخام. طيب رقم 9 بيقول كمية المشتريات التقديرية دي بتساوي ايه؟ كمية المشتريات التقديرية دي اللي احنا لسه واخدينها في موازنة المشتريات، دي زي ما قلنا ان هي بتساوي كمية احتياجات الانتاج التقديرية من المواد الخام، بجمع معاها مخزون اخر المدة وبطرح منها مخزون اول المدة. يبقى الاجابة الصح عندنا هتكون ايه؟ رقم 10 بيقول قيمة الأجور المباشرة بتساوي ايه؟ زي ما احنا قلنا قبل كده في السلايدز اللي فاتت ان قيمة الأجور المباشرة عندنا بتساوي عدد ساعات العمل المباشرة في معدل أجر الساعة. عدد ساعات العمل المباشرة اللي هي إجمالي الاحتياجات بتاعة العمل بالساعات، هي عدد ساعات العمل المباشرة بضربها في معدل أجر الساعة علشان أحصل على قيمة الأجور المباشرة أو تكلفة الأجور المباشرة. رقم 11 عندنا بيقول بنستنتج من موازنة المشتريات من المواد الخام على إيه؟ يعني الموازنة دي في الآخر بنوصل منها لإيه؟ بنحدد منها تكلفة الأجور المباشرة، ولا كمية وقيمة المبيعات، ولا كمية وتكلفة المشتريات من المواد الخام، ولا التكاليف المتغيرة؟ طبعا احنا بنستنتج من موازنة المشتريات كمية وتكلفة المشتريات من المواد الخام، علشان تكلفة الأجور المباشرة دي بنحصل منها بناخدها من موازنة الأجور، وكمية وقيمة المبيعات دي بنوصل منها بتوصلنا ليها اللي هي موازنة المبيعات. رقم 12 بيقول عندنا ايه هو المبدأ اللي معناه ضرورة ان تتضمن الموازنات التخطيطية كل أنشطة المنشأة وعدم اقتصارها على وظائف او أنشطة معينة بعينها. يعني من الشرح بيقول ان احنا الموازنة لازم ان هي تاخد كل الانشطة بتاعت المنشأة، يبقى ده مبدأ الشمولية. طب رقم 13، ايه هو المبدأ اللي بيشير الى ضرورة ان تتضمن الموازنة التخطيطية ترجمة لاهداف وموارد المنشأة؟ ده طبعا مبدأ القياس الكمي والنقدي، يعني انا هنا بترجم الاهداف والموارد المنشأة ان انا بحولها الى مبالغ وارقام اقدر ان انا اقيسها. يبقى هنا بترجم اللي هو الكلام اللي موجود في الأهداف اللي هم اللي بيعملوها ان انا بترجمها لتقديرات اللي هي اقدر اقيسها قياس كمي ونقدي. رقم 14 بيقول يشير انهي مبدأ الى ضرورة ان تتضمن الموازنات التخطيطية اهداف غير مستحيل تحقيقها؟ ده اللي هو مبدأ الواقعية، يعني ما ينفعش ان انا اعمل موازنة تخطيطية ان انا احط حاجة ما اقدرش ان انا اعملها. ده اللي يثبت لك كده ان احنا لما بنيجي نعمل الموازنة بتاعة الاجور، احنا لما بنيجي نحسب عدد الساعات احنا بنقول عدد الساعات الواقعية، يعني ما ينفعش ان انا اقول عدد الساعات المثالية، عشان ده طبعا حاجة ما بتحصلش. علشان كده لازم ان انا اخد في الحسبان الوقت الضايع المسموح بيه علشان يبقى عندي عدد ساعات واقعية. يبقى احنا هنا بنقول ان احنا لازم يبقى عندنا مبدأ الواقعية علشان الموازنة بتاعتي
لا تتضمن أهداف ما ينفعش إن أنا أو مستحيل إن أنا أقدر أحققها. بعد ما خلصنا جزء الموازنات دلوقتي هنبدأ في جزء التعادل. احنا خدنا قبل كده أجزاء كتير في التعادل، وقبل ما نبدأ في الجديد هنعمل مراجعة سريعة على القوانين اللي احنا خدناها في التعادل. أصلا ايه هو التعادل؟ احنا زي ما احنا عرفنا ان التعادل ده هي النقطة اللي بيتساوي عندها إجمالي الإيرادات مع إجمالي التكاليف. طب يبقى هنا عندنا نقطة التعادل بالوحدات اللي هي ممكن هو يطلب منك كمية التعادل دي، احنا خدنا القانون بتاعها اللي هو بيساوي التكاليف الثابتة بقسمها على هامش مساهمة الوحدة. ايه هو هامش مساهمة الوحدة لو ما جابهوش جاهز؟ ده بيساوي عندي سعر بيع الوحدة ناقص التكاليف المتغيرة للوحدة. يعني هنا معناه لو انا فاتحة مشروع وصرفت مصاريف قد كده ودلوقتي انا بنتج وببيع المبيعات بتاعتي، يبقى انا هنا عايزة اعرف ايه هي المبيعات او الايرادات اللي لو حصلت عليها يبقى انا كده هغطي كل التكاليف وكل المصروفات اللي انا صرفتها في المشروع، ويبقى انا كده وصلت للنقطة اللي انا كل الايرادات بتاعتي بقت قد التكاليف بتاعتي او غطيتها، وفي الحالة دي انا ببقى ولا حققت ولا ربح ولا خسارة. يبقى هنا عرفنا كمية التعادل أول حاجة. تاني حاجة عايزين نعرف نقطة التعادل بالجنيه، أو ممكن يقولك ايه هي قيمة التعادل. يبقى في الحالة دي هنقول نقطة التعادل بالوحدات أو اللي هي كمية التعادل بضربها في سعر بيع الوحدة، أو ليها قانون تاني إن أنا بقسم التكاليف الثابتة على نسبة هامش مساهمة الوحدة. طيب بعد كده خدنا نسبة هامش المساهمة، ده بيساوي ايه؟ ده بيساوي 1 ناقص نسبة التكاليف المتغيرة اللي هو مكمل نسبة التكاليف المتغيرة، أو ليه قانون تاني اللي هو هامش مساهمة الوحدة على سعر بيع الوحدة في 100. بعد كده احنا خدنا هامش الأمان. ايه هو هامش الأمان؟ ده مقدار الزيادة في المبيعات عن التعادل. يعني انا خلاص بعد ما وصلت لنقطة التعادل حققت مبيعات تانية بعدها، المبيعات دي هي دي تعتبر هامش الأمان بتاعي اللي هو زيادة المبيعات عن كمية التعادل. يبقى هنا هامش الأمان بالوحدات أو كمية هامش الأمان هتعتبر ايه القانون بتاعها؟ هي كمية المبيعات كلها، كل المبيعات اللي أنا حققتها ناقص كمية التعادل، عشان زي ما احنا قلنا هي المبيعات اللي حققتها بعد ما وصلت لنقطة التعادل، يبقى هي مقدار الزيادة. طيب لو انا عايزه اجيب هامش الامان بالقيمه، قيمه هامش الامان بتساوي ايه؟ بتساوي كميه الامان اللي احنا لسه حاسبينها في سعر بيع الوحده، او ليها قانون تاني اللي هو قيمه المبيعات بتاعتي اللي انا وصلت لها كلها ناقص قيمه التعادل، برضو هتبقى قيمه المبيعات الزياده عن اللي حققتها بعد ما وصلت لنقطه التعادل. طيب بعد كده عايزين نعرف نسبة هامش الأمان بتساوي ايه؟ بتساوي كمية الأمان على كمية المبيعات كلها في 100، أو ليها قانون تاني قيمة الأمان على قيمة المبيعات في 100، يعني كمية على كمية أو قيمة على قيمة وبضربهم في 100 عشان أطلع النسبة. ممكن برضو يسألك ايه هي قيمة المبيعات اللازمة علشان أحقق نسبة أمان معينة، هو عايز بقى يوصل لمقدار معين نسبة أمان، فهيقولك ايه هي قيمة المبيعات. القانون بتاعها بيساوي قيمة التعادل على مكمل نسبة الأمان اللي هو عايزها في التمرين. طيب بعد كده احنا خدنا جزء تخطيط الأرباح. يعني ايه تخطيط الأرباح؟ يعني هو ممكن هو يقولك في المسألة ايه هي المبيعات اللي هتحقق لي ربح مثلا 1,000,000 جنيه، دي ليها قانون، او ممكن ان هو يقول لك ايه هي المبيعات اللي هتحقق لي ربح يديك نسبة معينة، ربح بنسبة 50%. فهنا احنا عندنا القوانين دي، اول قانون عندنا كمية المبيعات اللي بتحقق ربح مستهدف. لو هو عايز الربح ده في مبلغ معين زي ما قلنا كده، لو قال لك ايه هي كمية المبيعات اللي هتحقق لي 1,000,000 جنيه، القانون بتاعها بيساوي التكاليف الثابتة زائد الربح المستهدف اللي هو الربح اللي هو طالبه اللي هو 1,000,000 جنيه ده، بقسمها على هامش مساهمة الوحدة. طب لو عايز قيمة المبيعات، لو برضو هو طالب الربح كمبلغ معين بس عايز قيمة المبيعات،
ساعتها هضرب الكمية اللي انا لسه مطلعها في القانون اللي قبله بضربها في سعر بيع الوحدة، او ليها قانون تاني اللي هو التكاليف الثابتة زائد الربح المستهدف اللي هو المبلغ اللي هو عايزه بقسمه على نسبة مساهمة الوحدة. يعني لو نخلي بالنا احنا لما بنبقى عايزين كمية بقسم على هامش المساهم، لما بنبقى عايزين قيمة بنقسم على نسبة المساهم. طيب ده لو في حالة ان هو عايز مبلغ معين. طب لو هنا بقى عايز نسبة معينة، عايز ان هو ياخد ارباح نسبتها 20% مثلا، هنا القيمة بتاعة المبيعات اللي بتحقق لي ربح مستهدف بس لو هو عايز الربح كان في نسبة معينة، بيبقى القانون بتاعها التكاليف الثابتة بقسمها على نسبة هامش المساهمة ناقص الربح، نسبة الربح المستهدف اللي هو اللي عايزه اللي هو هيجيبه لك مثلا 20%. طب لو هو بقى عايز كمية المبيعات اللي بتحقق لي ربح مستهدف بس الربح ده في هيئة نسبة، ساعتها باخد قيمة المبيعات اللي بتحقق الربح المستهدف ده بقسمها على سعر بيع الوحدة. طيب دلوقتي ايه الجديد اللي احنا هناخده في جزء التعادل؟ هناخد موضوع الربحية والأثر الضريبي. هنا في موضوع الربحية هو يعتبر نفس موضوع تخطيط الأرباح اللي احنا خدناه في السكشن اللي فات، اللي هو ايه هي كمية المبيعات اللي هتحقق لي ربح معين. بس عندنا ملحوظة صغيرة، هنا احنا عندنا نفس القانونين، هنا عندنا القانون بتاع كمية المبيعات اللي بتحقق لي ربح معين اللي هو بيساوي التكاليف الثابتة زائد الربح المستهدف. زي ما احنا قلنا مثلا لو قالك عايز ربح 1,000,000 جنيه فهو بنكتبه في القانون وبنقسمه على هامش مساهمة الوحدة. بس الملحوظة بيبقى ايه بقى؟ ان الربح المستهدف في القانون لازم ان هو يكون الربح قبل الضرائب. طيب هنيجي في القانون التاني اللي هو قيمة المبيعات او قيمة الوحدات اللي بتحقق لي ربح معين، القانون بتاعه بيبقى التكاليف الثابتة زائد الربح المستهدف برضو لازم ان هو يكون قبل الضرائب، بقسمه على نسبة هامش مساهمة الوحدة. يبقى احنا زي ما احنا قلنا الفرق بين كمية المبيعات اللي بتحقق لي ربح معين او قيمة المبيعات اللي بتحقق لي ربح معين، ان انا بقسم هنا في الكمية بقسم على هامش مساهمة الوحدة، انما في القيمة بقسم على نسبة هامش المساهمة. طيب الملحوظة بقى والجديدة عندنا في الجزء ده ان احنا هنا زي ما قلنا ان لازم يبقى في المسألة الربح المستهدف ده لازم ان هو يكون قبل الضرائب. طب لو جاب لنا في المسألة ان الربح المستهدف ده جايبه لي ان هو بعد الضرائب، ساعتها انا هعمل ايه؟ ساعتها هنا في قانون هيحول لي الربح اللي بعد الضرائب ده هيحوله لي لصافي الربح قبل الضرائب علشان اعرف اشتغل بالقانون بتاعي. القانون هنا عندنا بيساوي ايه؟ بيساوي ان انا بقول صافي الربح بعد الضرائب اللي جايبه لي في المسألة بقسمها على 1 ناقص معدل الضريبة اللي موجودة عندنا في المسألة، وهيبقى يقولها لك نسبة الضريبة كام، او اللي هو بقسمها على مكمل نسبة الضريبة. يبقى احنا هنا عرفنا ان القوانين هي بتاعت تخطيط الارباح، ان هو سواء عايز كمية مبيعات او قيمة مبيعات بتحقق لي ربح مستهدف، انا هنا بقسم التكاليف الثابتة بجمعها مع الربح ده وبقسمها على هامش مساهمة الوحدة لو عايز كمية المبيعات، لو عايز القيمة بقسم على نسبة هامش المساهمة. بس في حاجة لازم نتأكد منها، ان يكون جايب لي في المسألة ان الربح المستهدف ده قبل الضرائب. طب يا جماعة هنعمل ايه لو الربح اللي جايبه لي في المسألة بعد الضرائب؟ لازم ان احنا نحوله يبقى قبل الضرائب عن طريق ان احنا بناخد الربح اللي هو جايبه لي بعد الضرائب في المسألة بقسمه على مكمل نسبة الضريبة علشان اوصل للربح المستهدف قبل الضرائب واعرف استخدم القانون بتاعي. دلوقتي هنحل مثال على الجزء اللي فات. بيقول هنا عندي اذا بلغت كمية مبيعات التعادل لاحدى الشركات الصناعية 50,000 وحدة وبلغ هامش المساهمة 16 وسعر بيع الوحدة 80 جنيه، وترغب الشركة في تحقيق ربح مستهدف بعد الضريبة 240,000، وبلغت التكاليف الثابتة 800,000 جنيه، ومعدل الضريبة نسبته 25%، عايز كمية المبيعات التي تحقق الربح المستهدف. طبعا زي ما احنا قلنا هو عايز كمية مبيعات بتحقق ربح مستهدف لازم ان انا اجيب الربح قبل الضريبة.
احنا هنا عندنا كمية المبيعات اللي هو عايزها، جايب لي ان الربح بعد الضريبة 240 ألف. طيب احنا هنا بنقول ان احنا القانون بتاعنا لازم نستخدم الربح يبقى قبل الضريبة، يبقى احنا هنا لازم نحول الربح ده لان هو يبقى ربح قبل الضريبة، عن طريق ان احنا بناخد الربح بعد الضريبة اللي هو 240 ألف ده بنقسمه على مكمل نسبة الضرايب. هنا جايب لي في المسألة ان معدل الضريبة 25%، يبقى احنا 240 ألف اللي هو الربح اللي بعد الضريبة هنقسمه على مكمل النسبة دي على 75%، هيديني ان الربح قبل الضرايب 320 ألف جنيه. يبقى احنا كده وصلنا للربح المستهدف قبل الضريبة. يبقى كده اقدر ان انا استخدم القانون بتاعي اللي هو كمية المبيعات اللي بتحقق لي ربح مستهدف 320 ألف. ايه هو القانون؟ بيساوي التكاليف الثابتة، جايبها لنا جاهزة في المسألة 800 ألف، هجمع معاها الربح المستهدف قبل الضرايب، عشان قلنا القانون لازم ان احنا يبقى الربح المستهدف فيه قبل الضرايب اللي هو لسه جايبينه 320 ألف، هقسمه على هامش مساهمة الوحدة اللي هو 16. يبقى هنا هيكون عندي كمية المبيعات اللي هتحقق لي ربح مستهدف، هتبقى عندي 700، هتبقى عندي 70 ألف وحدة. يبقى ده هنا كمية المبيعات اللي هتحقق لي ربح المستهدف 70 ألف وحدة. طيب هنا عندي ملحوظة، لو هو ما جابليش التكاليف الثابتة في المسألة زي دي اقدر ان انا اجيبها ولا لأ؟ انا عندي بيانات كتير اقدر ان انا اجيب منها التكاليف الثابتة عن طريق اللي هو القانون بتاع كمية التعادل. القانون ده كان بيساوي ايه؟ علشان اجيب كمية التعادل او المبيعات اللي بتحقق لي تعادل، هيبقى القانون التكاليف الثابتة على هامش مساهمة الوحدة. طب انا هنا جايب لي في المسألة جايب لي كمية مبيعات التعادل، في اول سطر عندي جايب لي ان هي 50 ألف، وجايب لي هامش المساهمة 16، اقدر ان انا اجيب التكاليف الثابتة؟ اقدر اجيبها. يبقى هنا ساعتها هضرب 50 ألف في 16، يبقى التكاليف الثابتة بتاعتي هتكون 800 ألف اللي هو موجودة عندنا معطى في المسألة. ده في حالة لو هو ما جابهاش، علشان احنا هنا زي ما قلنا بنحتاجها علشان اقدر احسب كمية المبيعات اللي هتحقق لي ربح مستهدف، يبقى هنا لو ما جابهاش في الامتحان اعرف ان انا احسبها. طيب هنا لو طلب عندي قيمة المبيعات اللي تحقق لي ربح مستهدف، هل اقدر ان انا اجيبها؟ انا هنا موجود عندي كمية المبيعات، ده اللي انا وصلت له 70 ألف وحدة، دي اللي تقدر تحقق لي الربح المستهدف. طب هو هنا عايز قيمة المبيعات اللي هتحقق لي الربح المستهدف، طب انا هحصل عليها ازاي؟ عن طريق ان انا هضرب الكمية بتاعت المبيعات اللي هي 70 ألف وحدة، هضربها في سعر بيع الوحدة اللي هو 80 جنيه، هتبقى عندي 5,600,000. اخر نقطة هناخدها في جزء التعادل هو نقطة التعادل في حالة تعدد المنتجات، يعني لو انا عندي كذا منتج في الشركة وعايز اعرف نقطة التعادل بتاعتي هحلها ازاي. عندي 5 خطوات علشان احلها. هنا اول خطوة عندنا ان انا بحسب نسبة هامش المساهمة لكل منتج لوحده. طب نسبة هامش المساهمة دي بتساوي ايه؟ زي ما احنا خدناها قبل كده، بتساوي هامش مساهمة المنتج على سعر بيع المنتج. هامش المساهمة ده اللي زي ما احنا عارفين ان هو بيساوي سعر البيع ناقص التكاليف المتغيرة، ودي بحسبها لكل منتج لوحده، او بيساوي عندي 1 ناقص نسبة التكاليف المتغيرة اللي هو مكمل نسبة التكاليف المتغيرة. ده بالنسبة لأول خطوة. تاني خطوة عندنا ان انا بحسب نسبة التشكيل البيعي لكل منتج، يعني انا بشوف كل منتج مبيعاته بتشكل لي قد ايه من اجمالي مبيعات الشركة كلها. دي انا بحسبها ازاي؟ عن طريق ان انا بشوف قيمة مبيعات المنتج بقسمها على اجمالي قيمة مبيعات الشركة كلها، دي برضو بحسبها لكل منتج. تالت حاجة عندنا ان انا بحسب نسبة هامش المساهمة اللي هو اول حاجة كنا حاسبينها، بس دي مرجحة بنسبة التشكيل البيعي اللي هو تاني حاجة عملناه. يبقى تالت حاجة دي ان انا بضرب النسبتين في بعض اللي هي الخطوة رقم 1 والخطوة رقم 2 لكل منتج،
وبعدين بجمع النسب بتاعة المنتجات كلها مع بعض. رابع حاجة ان انا بجيب نقطة التعادل للشركة كلها، بحسبها بالقيمة الاول، بحسبها عن طريق ان انا بقسم التكاليف الثابتة بقسمها على نسبة هامش المساهمة المرجحة بنسبة التشكيل البيعي اللي هو الخطوة رقم 3. خامس خطوة عندنا ان انا بجيب نقطة التعادل لكل منتج، بس هنا انا عايز ان انا احسبها بالقيمة. لو انا هحسبها بالقيمة يبقى هجيب نقطة التعادل بتاعة الشركة كلها بضربها في نسبة التشكيل البيعي للمنتج ده اللي انا حسبتها في الخطوة رقم 2. طب لو انا عايز احسبها نقطة التعادل دي لكل منتج بالوحدات او بالكمية، في الحالة دي بحسب نقطة التعادل لكل منتج بالقيمة اللي هي اللي انا لسه حاسباها بقسمها على سعر بيع المنتج. خمس خطوات بالظبط علشان نحلهم في حالة تعدد المنتجات. هنحل مثال علشان نفهمهم اكتر. هنا عندي في التمرين بيقول تقوم احدى الشركات الصناعية بانتاج وبيع منتجين، يبقى انا هنا عرفت عندي اكتر من منتج، يبقى في الحالة دي هطبق الخمس خطوات. جايب لي سعر بيع الوحدة من المنتجين، جايب لي 1 بـ20 وواحد بـ25، وجايب لي التكلفة المتغيرة للوحدات من كل منتج سين بـ14 جنيه وصاد بـ20 جنيه، وجايب لي إجمالي التكاليف الثابتة عندي في الشركة بـ137,500، وجايب لي نسبة التشكيل البيعي لكل للمنتجين 1 بـ75% وواحد بـ25%، يعني تاني خطوة جايبها لي جاهزة، وعايز قيمة مبيعات التعادل للمنشأة كلها ومبيعات منتج سين لوحده هتبقى ايه. هنا طالما احنا قلنا عندنا اكتر من منتج يبقى في الحالة دي هطبق الخمس خطوات. اول خطوة عندنا ان انا بحسب نسبة هامش المساهمة لكل منتج لوحده. طيب نسبة هامش المساهمة في المنتج سين بتساوي ايه؟ زي ما قلنا بتساوي هامش المساهمة على سعر البيع. طيب هامش المساهمة ده بيساوي ايه؟ بيساوي سعر البيع ناقص التكاليف المتغيرة. سعر البيع عندي للمنتج سين كان 20 جنيه، والتكلفة المتغيرة بتاعته 14، يبقى 20 ناقص 14 وهقسمهم على سعر البيع اللي هو 20، هيديني 30% اللي هي 30%. طيب بالنسبة للمنتج صاد كان سعر البيع عندي 25 والتكاليف المتغيرة بتاعته 20، يبقى هقول 25 ناقص 20 واقسمهم تاني على سعر البيع اللي هو 25، يبقى نسبة هامش المساهمة للمنتج صاد هتبقى 20%. ده أول خطوة. طيب تاني خطوة نسبة التشكيل البيعي، ان انا بشوف مبيعات المنتج ده نسبتها كام للشركة كلها، ودي جايبها لي جاهزة في المسألة، قايل للتشكيل البيعي المنتج سين 75% والمنتج صاد 25%. طيب تالت خطوة ان انا بشوف نسبة هامش المساهمة مرجحة بنسبة التشكيل البيعي، يعني بضرب اول حاجة اول نسبة في تاني نسبة اللي هي بتاعت اول خطوة في تاني خطوة، ولكل منتج لوحده. هنا عملناها في شكل جدول عشان يبقى واضح، بس ممكن في الامتحان ما تعملهاش في جدول مش مستاهل. هنا عندنا المنتج سين، هنا كان نسبة هامش المساهمة بتاعته 30%، ونسبة التشكيل البيعي بتاعه 75%، يبقى هامش المساهمة المرجح ان انا ضربت اول خطوة في تاني خطوة هيبقى للمنتج سين 22.5%. طيب بالنسبة للمنتج صاد كان نسبة هامش المساهمة 20% ونسبة التشكيل البيعي كان 25%، لما ضربناهم في بعض طلعت نسبة هامش المساهمة المرجحة بنسبة التشكيل البيعي 5%. طيب وما ننساش اخر قبل ما نخلص تالت خطوة ان احنا بنجمع نسب المنتجات كلها مع بعض. يبقى هنا احنا لو عندنا منتجين بس، لو عندنا 3 منتجات لازم ان احنا بنجمع في الاخر النسب اللي طلعت لنا اللي هي نسبة هامش المساهمة المرجحة. هنا بعد ما جمعنا النسبتين بتاع المنتج سين وصاد 22.5 و5، هيبقى اجمالي النسب عندي 27.5%. دي كده تالت خطوة. طيب رابع خطوة ان انا بحسب قيمة التعادل للشركة كلها. بحسبها ازاي؟ عن طريق ان انا بقسم التكاليف الثابتة بقسمها على اللي هو اللي انا الرقم اللي انا لسه جمعاه في الخطوة رقم 3 اللي هو اجمالي نسب
هي مش المساهمة المرجح اللي هو حسبناه ب27.5%. يبقى في الحالة دي قيمة التعادل للشركة كلها هتكون 500,000. طيب رقم 5، ان انا بقى بحسب نقطة التعادل بالجنيه لكل منتج. يعني عايزة بقى اشوف كل منتج لازم ان انا يحقق لي قد ايه قيمة مبيعات. طيب قيمة المبيعات ده قيمة مبيعات بتاع كل منتج. هنا هشوف المنتج سين، هيبقى القانون بتاعي ان انا بشوف قيمة التعادل للشركة كلها اللي انا لسه حاسباها في الخطوة رقم 4، 500,000، بضربها في نسبة التشكيل البيعي للمنتج سين اللي هي كانت موجودة عندي جاهزة في الخطوة رقم 2، 75%. يبقى هضرب 500,000 في 75% هيبقى 375,000 جنيه. طيب قيمة التعادل بتاعة المنتج صاد هيبقى نفس القانون، قيمة التعادل للشركة كلها في نسبة التشكيل البيعي للمنتج صاد اللي هي كانت 25%. يبقى هنا قيمة التعادل بتاعة صاد 125,000 جنيه. يعني أنا هنا بقول دي قيمة المبيعات. يعني أنا لازم إن منتج سين ده اللي أنا أنتجته يبيع لي بقيمة 375,000، ومنتج صاد يبيع أبيع منه بقيمة 125,000 عشان أوصل لنقطة التعادل للشركة كلها. طيب لو انا عايزة احسبها بالوحدات اللي هو كمية التعادل، ساعتها بعمل ايه؟ القانون ده احنا واخدينه من اول سيكشن، ان انا بقسم قيمة التعادل على سعر البيع. يبقى هنا علشان احسب للمنتج سين كمية التعادل ده بقى اللي هو عدد المبيعات بتاعتي او عدد الوحدات اللي انا هبيعها من المنتج سين علشان احقق التعادل، هيبقى القيمة بتاعة المنتج سين اللي هي 375,000 بقسمها على سعر بيع الوحدة من المنتج سين. هيبقى هنا لازم ان انا ابيع 18,750 وحدة. طب لو في صاد هجيب كمية التعادل بتاع المنتج صاد اللي احنا طلعناها في خطوة رقم 5، 125,000، وهقسمها على سعر بيع الوحدة من المنتج صاد اللي جايبينه من المسألة 25 جنيه. هيبقى المفروض ان انا ابيع عدد وحدات من المنتج صاد 5,000 وحدة علشان احقق التعادل. يبقى احنا هنا لما نيجي نحل المسألة طالب مني قيمة مبيعات التعادل للشركة كلها، يبقى هنا هتساوي 500,000 جنيه. دي اللي هي الخطوة رقم 4. طب تاني حاجة عندنا كان عايز كمية المبيعات اللي هتحقق لي التعادل بس من المنتج سين لوحده. يبقى هنا من المنتج سين هيبقى عندي الحل 18,750 وحدة.